بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اسعد الله يومك عزيزي المتابع بكل خير ويا هلا ومرحبا. اشتقنا والله، اشتقنا فيفا 18 الجزء اللي نوعه ما مخيس. نبدا ان شاء الله نلعب الان يا صاحبي الفوت تشامبيونز حقيقه من اول، وانتم اكثر طلبات العب العب العب، ابشروا بلعب الان. طبعا سويت لكم فريق جامد جامد جدا، تعبت جدا وانا اسويه، الله يخلي ابو الجوهره يعني. والتشامبيونز يا حبيبي ايه هذا هو. طيب بالجوهرة لعب 7 الظاهر او 6 ولا كم، 3 وينز وباقي 32، هي كم، هي 40 الظاهر التوتال. لكن يعني طبعا ما اقارن انا حاليا ما شاء الله مع المصنفين، عندكم سعد الدوسري، عندكم العوفي، عندكم ابو عمر كذلك، الثلاثة هذول يا جماعة على فكرة فريق معتمد من الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية كذلك، الاتحاد السعودي سموا فريقه ما أعتقد فالكون، أبعط لكم الرابط تحت. لابد يا جماعة ندعم دول الشباب، ضروري جدا 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 تدعمهم في تويتر، تدعمهم في وش اسمه، بتواجدك بحضورك إذا كان في بطولات بتقام عندنا في السعودية مثلا وغيرها، لازم بشكل عام إنك تدعم ذول الشباب سواء حقين فيفا أو حقين الألعاب الثانية اللي بيظهرون قريبا إن شاء الله، أوفر واتش، كاونتر سترايك، لول وغيرها من الألعاب. فنعم Let's go. شوف 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 شعر أبو حسين ظاهر رونالدو يا زين، شعرك في كأس العالم دي كم 2002 هو ولا 2006؟ قعد. لا 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 يا ساتر، تونا بادين يا ابو الشباب، تونا بادين، الله يستر الله يستر، تكون 4 ولا 5 ولا 6، لكن ما عليه، ما بعد استلمت كورة على فكرة. يلا يلا يلا، نبي طقطقة ونبي ذكريات جميلة ولعب جميل. كانتي، يلا يا كانتي، الله عليك. حكم رونالدو أدوار دفاعية لو سمحت، صح عليك يا رونالدو. مباراة شكلها جميلة يا كانتي 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 كانتي، الله عليك يا كانتي. هي رونالدينو أنانية ولا ميب أنانية؟ ما بغيت أناول والله، لو ضاعت قلنا أنانية. هوبا جوا الباء، لا لا اصبر اصبر يا كانتي، بس ما قصرت يا كانتي، صح عليك، كفك يا شيخ كفك، حلوه يا كانتي الدزه اللي تو والانطلاقه من نص الملعب كذا، مع اني الظاهر اني حاطك ستي باك وايل اتاكينج اثناء الهجوم انك تقعد ورا الظاهر، ولا خليت ذا تقدم يا رونالدينهو. اوه يا رونالدو يا ابو حسين، ولا كارلوس، لا كارلوس متى كارلوس، حسب رونالدو برازيلي الونو مثلث من هنا يا الظالم. روح يا كانتي روح، كنت يا مجنون، خلاص ما في فييرا، ما نبي فييرا، كانتي كافي. لا يا بيتي شو اسمك ذا، الحق 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 الحق، هذه دونت تاتش مي، هذه دونت تاتش مي على الطقطقة اللي تو. روح 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 يا ابو حسين، روح انت بس، روح روح، ما لا تجيك مقشر، روح. الله 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 الله، منو ذا خليت، مالديني 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 يا ابوي،
وش ذا الجدار الوول في النايت واتش هذا هو مالديني الأسطورة مالديني. سلل سلل كنت بيها مقص يا رونالدو. لا يا مالديني يا مالديني يا مالديني. اح شلون قراني اشون ما تقدم. لو هو متقدم اكلتها. احمر وبلنتي احمر وبلنتي عزيزي المتابع. اتوقع اني بهدي احمر. ايه صح عليك. اوه ابو حسين. اوه يا ابو حسين في النص كذا يا رايق يا حكم ولا شو اسمه حارس ردها. روح روح يا رونالدو روح. هي هي تدخل تدخل غصب تدخل غصب. الزاوية ضيقة يا ابوي الزاوية ضيقة وركنة ترى. مع اني ترى اعتقد لو اني ضاغط مربعين افضل كانت صح بس انها جت اهم شيء. يا ربي يا مالديني وش ذا؟ تستحق الكابتنية يا حبيبي. روح روح يا رونالدو روح. شايفك شايفك تقري شايفك كنت شايفك كنت شايفك. والخمو تحت والخمو فوق. لا لا اصبر اصبر. هذه طال عمرك الخبرة افتقدها حاليا. اول مباراة لنا جي 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 جي. اول مباراة لنا في الفوت شامبيونز انتصار عزيز المتابع. حلو حلو رونالدو نجم مباراة عندي محطوط 9.5 لكن صراحة حط بين مالديني وكانتي. مالديني الله الله وش برونز 2 برونز 1 اما انا برونز ايش دعوة. ولا على كل ما فزت اعطوك وش اسمه سوي له وشو اخ مرسم ما شاء الله. ورينا تشكيلتك ريو كوستا 4-3-3. الله مربعين صغيرة كده بسيطة مربعين كده بسيطة من رونالدينو رونالدو. والانهاء جميل. اقعد. لا لا شلون شلون بلموا كذا المدافعين. ما عليه ما عليه ريلاكس nothing. افرح يلا كوبري كانت تقدم يا تقدم. شايفك يا رونالدو شايفك يا رونالدو. هي يا رونالدو ما تضيع من راسك. يسلم راسك يا رونالدو. لعق رونالدو وش دي اوه اول شوت له في الشوط. الله عليك يا رونالدو روح. رونالدو البرازيلي دائما واحد ضد واحد ما فيها واحد ضد واحد ما فيها ضد واحد ما فيها. الحس مخك ما تدري وين الكوره انت. اي اي اي
ياه انا اضيع داخل المنطقة، ما ادري وش اسوي صراحة، وما ادري وش اسوي، ما ادري كيف انهيها صح، عرفت؟ هذه زي هذه، هذه ما تضيع، هذه ما تضيع يا رونالدو. كوبري يو حارس حارس اشو وش يا ابو حسين، ثروب المثلث والله، مثلث براسه هدي هدي، دونت تاتش مي. لا استاهل استاهل، انا تفلسفت وقدمت المحاور اللي في النص عندي. ما عليه، خطرة هذه خطرة، الله عليك يا مالديني، اذا بيشتري مالديني لا اشتري وانت مغمض، لا تفكر. فوز ثاني على التوالي. كانتين جدد عقدك، جدد عقدك يا ابوي، خذ لك عقد. وش ذا دراغون بول ذا اللي كان شخصيته صح؟ وش عرف ولا وش؟ حياك يا ابوي، تعال تعال تعال. وش نفسه ذا؟ ما غير. قدم عليه شوي. نبي ناوله في النص، داري نبي ناوله، والله اني داري، والله داري، ورب البيت اني داري، عشان كذا اخذته شوي، لكن سبحان الله ما انت بفايز. العب كخفني يا شيخ اني قاري. روح يا رونالدينو قاريك وشايفك من بعيد. السهل الممتنع، السهل الممتنع، دبل مربع يا ابوي، هذه اشوفها عيب كبير، ترى ماسك سروال رونالدينو تو. الحق الحق يا رونالدو كورتك. دونت تاتش مي دونت تاتش مي دونت تاتش مي قم دونت تاتش مي قم دونت تاتش مي هذه دونت تاتش مي. طقطقه ولمسات عزيزي المتابع. الله يا ابو الجوهره فريقك مبالغ فيه ما شاء الله، الله يعطيك خيره. مالديني ما في تاشيره، حكم كتف، خلي عاده خلي عاده، شوف حتى ما اعطاني كرت، ما يتجرأ يعطي مالديني كرت اصلا، ممكن لعادة ولا ما في. طيب ناط نفس الزاوية، ليش نفس الزاوية عزيزي المشاهد، والله نفس الزاوية، بس يمكن خطوتي لديك خربت. ريلاكس، اركن ودبل مربع بعد، نفس نفس السالفة. حكم حكم ابو حسين، مو ناقص اصابات يعني، رجاء ابو حسين، يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق، راح الجمهور يا ابو حسين، راح الجمهور، راح الجمهور.
روح للجمهور، روح للجمهور، احتفل مع الجمهور، تستاهل احتفالية مع الجمهور، انت روح مع الجمهور. يلا روح مو متسلل. يا سلام ليش ليش تبي تسدد يا كنتي مرة ثانية؟ يا الله يا كنتي غير طبيعي يا أخي، مش ممكن اللعب هذا. يا الله يا كنتي مش تسوي كذا انت؟ لا لا شفتوني ولا شو؟ شفناك والله شفناك شفناك، حتى خليتهم صدقوا يقولون جده ما يساعد ابدا. روح سبرنت يا رونالدو، اركض اركض اركض. من ده اللي جابني؟ وليان تعب وش صار؟ جي جي يا صاحبي جي جي. يمكن انهي الفيديو الان عشان ما يصير طويل، بس بكمل تسجيل وبنزل برضو كم جزء يعني لهذا. فيعطيكم العافية يا جماعة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو، ونراكم على خير بإذن الله، في أمان الله.